تستمر حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية إلى معبر رفح من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش وحتى مدينة رفح. ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم في ظل تدمير البنية التحتية داخل قطاع غزة. وللمزيد مع زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية نرصد المشهد الإنساني بكافة الزوايا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نرى الآن من خلف استمرار الاصطفاف أكثر من 1260 شاحنة بطول الطرق من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش إلى مدينة رفح، ومن ثم تعبر معبر رفح البري. وبالمناسبة هذا المعبر على مدار اليوم لم يستقبل أي من هذه الشاحنات، سواء المساعدات الإنسانية الخاصة بالغذاء والإغاثة والطبية وأيضا المشتقات البترولية، وذلك بسبب حالة التعنت الإسرائيلي أمام استقبال أي من هذه الشاحنات، والتي تجسدت خلال هذا الشهر تحديدا ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق في أحيان كثيرة. واليوم هو إغلاق ورفض أمام هذه الشاحنات وأمام استقبال أي من هذه الشاحنات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما إذا تحدثنا عن باقي هذا المشهد الإنساني من داخل قطاع غزة، هناك عدد كبير من التقارير الأممية والدولية التابعة للمنظمات العالمية تحدثت عن تأثر البنية التحتية داخل قطاع غزة بشكل كبير، وأثر ذلك بالضرر على المواطنين والمدنيين داخل القطاع. نتحدث عن خلال هذا الشهر تحديدا صدور أكثر ما أو ما يقرب من 20 قرار إخلاء بحق أكثر من 90% من المناطق داخل قطاع غزة، وهذا أثر بشكل كبير على عملية النزوح والتهجير للسكان داخل قطاع غزة. وإذا تحدثنا أيضا حتى المناطق الآمنة والإنسانية التي لم تتجاوز 9% من مساحة غزة وإقامة أيضا المدنيين بهذه المناطق. أما إذا انتقلنا إلى تقارير التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن تعرض أكثر من 500 هجمة إلى المستشفيات داخل قطاع غزة، حتى المستشفيات التي خرجت خارج نطاق الخدمة تعرضت أيضا للهجمات العدائية والعسكرية، ونتحدث عن تأثر بأكثر من 30 مستشفى داخل قطاع غزة وأكثر من 60 عربة إسعاف داخل القطاع. وإذا تحدثنا عن المياه، هناك نقص كبير في المياه داخل قطاع غزة، وتعرض أكثر من 15 بئر مياه للخطر، وأيضا الأعمال العدائية من أصل 18 بئر مياه داخل قطاع غزة، وانخفاض بنسبة كبيرة تجاوزت 80% من الطاقة الإنتاجية للمياه، مما يؤثر على نقص المياه داخل قطاع غزة. وإذا أيضا تحدثنا عن تأثر أكثر من 90% من أطفال غزة يحتاجون إلى العلاج، وتأثر أكثر من 640 ألف من هؤلاء الأطفال انتشار الأمراض، انتشار الأوبئة، وأيضا تعرض هؤلاء الأطفال لمرض شلل الأطفال، ويحتاجون إلى الكثير من الجرعات الخاصة بلقاح شلل الأطفال. إذا تحدثنا أيضا عن تعرض أكثر من 10,000 مريض يحتاجون إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، كل هذه الأرقام تتحدث عن المشهد الإنساني ووقوف القطاع على شفا المجاعة والكارثة الإنسانية جراء السياسات التعسفية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والموت بطريقتين، إما عن طريق القصف الكثيف والمدفعي والجوي بحق المدنيين داخل قطاع غزة، أو من خلال سياسة التجويع ونقص المساعدات الإنسانية داخل القطاع. هذا هو المشهد برمته، وعودة إليكم.